فقرات كل يوم بيوم بكملة معكم مشاهدي سبورة تي في. مثل ما عودناكن دائما بفقرة حزيلة النهرة عم نتناول مواضيع روحية ومحاضرات. حديثنا اليوم رح يكون عن حادثة سير السيد المسيح على المي وتهدئة العاصفة. هاي الحادثة يلي عم تحمل الكثير من المعاني اللاهوتية، بالإضافة لهيك رح نتناول الحديث أو الحوار يلي صار بين السيد المسيح وبطرس على المي، ونقاط كتار رح نحكي فيها مع الأب الخوري جان كوكي، كاهن كنيسة مار يعقوب السروجي بكاليفورنيا. بارخمور أبونا، أهلا وسهلا فيك معنا بلقاء جديد عبر شاشة سوبورو تي في. أنا بارك فينا بشلون زبط. تودي ساقي أبونا، بالبداية أبونا قبل ما نبلش نقاشنا وموضوعنا لليوم، نقدر نسمع من حضرتك قراءة من إنجيل متى الإصحاح 14 من الآية 22 لل 33. شيما بوب روحا يقاديش وحضلوه الشارير أمين. وللوقت لزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صار في وسط البحر معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصروه التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فأمرني أن أأتي إليك على الماء. فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. أمين أمين. تودي ساقي أبونا، مثل ما شفنا خلال القراءة والآيات اللي سمعناهن أن السيد المسيح صرف الجموع وصعد إلى الجبل وأمر التلاميذ بالصعود إلى السفينة. إيش سبب هاي التصرفات يلي أمر فيها السيد المسيح؟ طبعا ملفونيتو سبارتا، هذا النص نص غريب وشوي، وبنشوف فيه تصرف غريب من السيد المسيح. نعم. لأنه صرف الجموع، صعد إلى الجبل، لازم كنا نقول منفردا أنه لحاله، وأيضا ليش صعد ليصلي؟ نعم. هذا تصرف غريب عجيب كان، أنه سيد المسيح العالم اللي هو أجل العالم خلص انصرفه، وألزم التلاميذ أنه يطلعوا على السفينة لأنه مشان هو يطلع على الجبل يصلي. طبعا من جهة التلاميذ ألزمن أنه يدخل السفينة، كان في سبب كتير واضح أنه ليأمر العاصفة. هو بده يسمح أنه هالعاصفة لازم تثور. نعم. وأن ربنا يسوع المسيح بيحترم الإرادة البشرية وقدسها، لكن حين يلقي الإنسان بنفسه في يديه أنه يشوف أنه هو صار بين إيدين يسوع، فبكامل حريته يلزم السيد المسيح بالسلوك مثل ما هو إلي. ولكن طلب منهم مشان يورجين قوته، فطلب منهم أنه طلعوا على البحر. ولنقول نشوف أنه لما طلع على البحر وألزم التلاميذ، هو هذا كان نوع من يورجين أنه هو حتى له سلطان، أنه كمان يورجين أنه شلون يخلي البحر يثور ويبقى. طبعا هالحادثة بالذات، وشفنا أنه شلون هيجان البحر هاج وصار في عاصفة كتير كبيرة، وشفنا أنه كمان أنه من ناحية أخرى أنه السيد المسيح ألزم من العبور عشان يتفاعل. يعني إيش معنى تطلعوا؟ أنه روحوا للعالم، التفشن أنه روحوا أنتوا كونوا في وسط هالتيارات العالم، هالتحديات الموجودة.
بس وين تروحوا؟ روحوا للسفينة. السفينة أحد الآباء بما أنه هي مصنوعة من الخشب فكان يقول أنه الضلع على الصليب، أنه أنتم راح تكونوا بتيارات العالم ولكن راح تكونوا محمولين أنتم بالصليب. إذا السفينة كانت تشير للعالم للصليب، وهذا الهيجان كان يصير لتيارات العالم، فراد يخلين ياخذوا هالخبرة هاي أنه لازم تدخلوا في هالتيارات. وهي درس لنا كمان يعني أنه نحن في هالشي اللي عم نعيشه، عم نعيش بتيارات كتير قوية وفيها هيجانات كتير عالية وأمواج عم تتضارب يمين ويسار من كل محل هاي، ولكن لازم نكون دايما نحن محمولين بالصليب. نعم أبونا، إذا هلا بدنا نفسر بطريقة لاهوتية أو لاهوتيا معنى السفينة والرياح. طبعا نرجع مرة تانية، قلنا أنه السفينة معنى اللاهوتي هي الصليب، أنه الإنسان ما في يخلص من هالتحديات، والرياح هي التحديات العالم. نعم. وعم نشوف أنه الإنسان أو بالمعنى اللاهوتي أنه كل شيء يكون بحياتنا له تحديات، ما فيه يخلص إلا بالركوع أمام الصليب، ولازم نكون نحن كل عيوننا تتجه إلى الصليب، لأنه الشعب كان عجز من الطعام المادي، يعني خلص بدنا شيء أمور تعطينا الحياة الأبدية، والحياة الأبدية ما بتجي غير لما أنت تنصهر، يعني لازم نحن ننطبخ بهالعالم هذا، لازم كلنا ندخل. يقول لابد أن تأتي العثرات، لابد يعني مجبورين أنه نحن نتحمل العثرات، ولكن كان يقول بعدين كمان الويل اللي تأتي على هذه العثرات. إذن لابد معناته نحن عندنا تيارات كتير بحياتنا، في تحديات كتير بحياتنا، وتحدياتنا ما راح تكون غير نكون إيماننا إيمان كامل بالسيد المسيح، وإيمان الصليب هو إيمان حمل الصليب، هو إيمان يعني فيه تعب، فيه مشقة، فيه إرهاق، في نكر ذات، في تضحية. فنحن لازم نكون بهالشيء، وخاصة هالقراية اثبتها هي حسب التقويم السرياني اللي كنا عملناه أيام سيدنا بطرك كان مطران، الله يطولنا بعمره، بنيو جيرسي. أنا كنت مسؤول على التقويم، يعني حطيناه باليوم اليوم مثل تاريخ اليوم من الصوم بين الأحد الخامس والأحد السادس يوم الأربعاء، ونقرأ النص بالكنيسة لأنه مشان نعرف نحن أنه كمان بلشنا نقرب لحمل الصليب. دخلنا الصيام، خلصنا نص الصوم وبلشنا هلا شوي شوي عم نقرب أكثر مشان ندخل بالآلام والهاشي. فأبانا لما حطوا هذا النص كان عم يريد يوجهوا أنظارنا لشيء اسمه الصليب، ولازم ندخل كلياتنا السفينة وكلياتنا نكون في حمل هالصليب هذا. أكيد أبونا، لابد كمان مثل ما قلت من التحديات والصعوبات، لكن مثل ما نعرف أنه ربنا دائما هو موجود ومع كل تحدي وكل صعوبة، هو يلي عم يخلصنا تنقول من هذا الألم أو هذا الموقف يلي عم يكون معنا. كمان أبونا بالآية 26 شفنا أنه فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال. أيش السبب من قول التلاميذ هاي الكلمة إنه خيال؟ طبعا هالكلمة إنه خيال، هم ما كانوا شكوا إنه بأنه هو سيد المسيح، وما عرفوا بالحقيقة إنه هو سيد المسيح، رغم إنه عاشوا معه ورغم شافوا كل المعجزات ورغم كل اللي عاشروه، يعني اختبروا حياتهم. وإذا بتشوفي النص بيقول أخذ التلاميذ بس الجموع راحوا، يعني ما خلى الجموع يدخلوا بالتحديات وبهالتيار الرياح هاي، بس خلى التلاميذ يكونوا أقوياء، ولما شافوه ما عرفوا أنه هو وين، فحسوا أنه اللي كان هو كان خيال، ما كان السيد المسيح. فهذا كان عندهم شوي قلة إيمان بهالموضوع هذا، ورغم أنه هني عم بيعاشوا. وهذا درس لنا كمان أنه ما كلنا نقول مرات نحن رغم التحديات اللي تيجي عنا، أو أنا فيني أتحدى، أنا إيماني صار كبير فيني أتحمل كل التحديات اللي تكون قدامي، وهالشي هذا أتحمله لأنه أنا إيماني بسيد المسيح كتير، ولكن الإنسان يضعف، وهذا الضعف هو ضعف بشري، ضعف بشري، وعم بنشوفه
بالتلاميذ، وكان هذا سيد المسيح لا مو بس للجيل هذا، لنا لهالجيل هلا اللي عايشين نحن بهال بهال بهالقرن هذا، عم بيورجينا انه لا تفكر انه التلاميذ كمان كانوا ما كان عندهم تحديات، ولا تفكر انه ما راح يجيك يوم التحديات. يعني في كثير عالم ما بده يدخلوا في ضيق، الضيق يقول الكتاب هي عناية من الله، الضيق خليك تكوني أقوى إيمانيا وأقوى احتمالا لحمل الصليب. هلا الإنسان إذا ما عنده عضل، إذا ما يروح على الجيم ويبلش على النادي ويبلش يحمل أثقال، ما فيه يحمل. صح. فنحن عم بريدنا ندخل بهالحياة عشان نحمل آلام أكثر، ونحن عم بنعيش هالآلام علينا نفكر أنه نحمل السيد المسيح. فلما شاف السيد المسيح كمان وجاهم المخلص كمان شكوا. أشخاص نحن مرات نشوف كتير تجينا أبواب تنفتح لنا، ولكن نشك بأنه ربنا هو بعث لنا هالشيء هذا ليفتح لنا. حتى مرات الضيق هو لأن فرج، يعني طلعنا مرات، يعني مثلا أنا بدي أروح لمكان ما حسنته أروح بأسلوب معين، أو تأخرت السيارة، أو صار شيء، فأنا أضل أتعب، يمكن أروح مشي، ولكن ربنا كان عنده غاية بهالموضوع. هالغاية هاي يمكن لو رحت أنا بالسيارة أو بأي وسيلة نقل يمكن كان صار شيء معي، هو تعبني جسديا ولكن حافظ علي من ناحية تانية. فنحن اللي نحن نفكر فيه غير تفكير ربنا كان. فالتلاميذ شكوا بأنه السيد المسيح معقول، السيد المسيح اللي كان معنا طلع للجبل ويصلي وانفرد عنا، وهي نقطة الانفراد لو نرجع شوي عليها، أنه راد يحكي مع ربنا، وهون كان في حوار هو بينه وبين الآب، كان عم بيطلع يصلي يقول له، وهي الصلاة إذا عرفها بالمعنى اللغوي هي حوار بين شخص والآخر، محادثة، والمحادثة لما تكون نابعة بهدوء. وكمان درس تاني، درس هذا كتير حلو، إنه أشقد فينا نحن مرات لما نصلي كمان نخلي بذواتنا، نخلي إنه نكون بمنطقة هادية، نركز بالصلاة، نطلب منه بإيماننا، ونطلب بخشوع، ونطلب إيمان كامل أنه ربنا بيستجيب، بس مو حسب طلبنا، بيستجيب حسب طلبه، حسب إرادته، وحسب وقته. يعني نحن مرات بيقول أحد القديسين، إذا ربنا طلبت منه وما استجاب، في عدم الاستجابة هي استجابة، لأنه هو يعرف أنه أنا ما رح أجاوبك، أنا جاوبتك. وهون يجي الإيمان. يعني تصور التلاميذ اللي عاشوا معه وطلع لهم بالبحر قالوا هذا خيال، وهذا كان شك. من هيك اللي بنشوف شلون بيحكي مع بطرس كمان، وعم بيوضح بطرس بقلة إيمانه كمان. نعم أبونا، بعد ما أمر التلاميذ أنه يصعدوا للسفينة، ونعرف أنه التلاميذ كلها كانوا بالسفينة، نعرف صار في حديث بين السيد المسيح وبطرس بهداك الوقت. ليش كان الحديث بشكل خاص مع بطرس؟ شلون نحن نقدر نفسر هذا الشيء؟ طبعا بطرس كان زعيما، بطرس كان عنده شخصية رائعة جدا، بطرس كان يعني كان عنده جسارة، أول واحد يحكي. بتشوف الكتاب قال فأجابه بطرس، صح. يعني بطرس اللي جاب عنه. فهو كان يتقدم من كين كنا نسميه هامة الرسول، قالوا يا سيد إن كنت أنت هو فأمرني أن أتي إليك على الماء، فقال تعال. في قمة فقال تعال، أنه هوني أنه ربنا أنه تشجع، لا تخاف، قال لا تخافوا. يعني لو تشوفي كم مرة ذكرت كلمة لا تخافوا بالكتاب المقدس، لا تخاف لا تخاف لا تخاف، قال لمريم العذراء، قال لزكريا بالبشارة، قال لكثير مكان لا تخاف أنا راح أكون معك، لا تخاف أيها القطيع الصغير. ونشوف هون كمان عم بيقول أنه لا تخاف، وهي كلمة الخوف كان بطرس الرسول كانت عنده كثير. نشوف نكره بعدين بعد فترة كمان نكره لأنه من خوفه، ولكن بطرس هو اللي طلب من السيد المسيح أنه إذا أنت كنت أمرني، كمان عم بيشك، كمان مو بس الرسول، بطرس شك، لأنه سيد المسيح نسيه أنه كان فيه يعمل المي جليد، ولأنه هو له الأثورتي، له السلطان على المي أنه يعملها جليد مشان يمشوا عليه. فسيد المسيح لمن طلب منه بطرس إذا أنت هو أجيل عندك، فقال له ايه تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء وليأتي ليسوع، وشاف الرياح شديدة خاف وبدل يغرق، وصرخ قائلا يا رب نجيني. كمان يا بطرس معقولي انت عم تطلب منه وانت اعتبرته اله حي،
وانت تعرف يحول المياه للجليد، لانه ليش؟ عشان انت تمشي عليه، لانه الخطيئه لا تقلى. الخطيئه لما انت تكون الانسان مع بعض الخطايا يثقل بالاحمال، فالثقل دائما ينزل لتحت، واذا انت بالروح مع ثاني راح تعلى لفوق. فلو مشيت على المي، لو مشيت على المي وعندك ايمان بالسيد المسيح، لانه هو طلب منك انه انت تمشي على المي ما تمشي لحالك، وهذا كمان تحذير. في قصص صارت بدول معينه رادوا يجربوا بعض الكهنه وبعض المؤمنين يعملوا نفس الشيء، وبشوفوا بعدين انتهت معهم بالموت، لانه هن في ايه بتقول لا تجرب الرب الهك. مو اللي يسمع هذا الشيء يقول اذا انا عندي ايمان لازم امشي على المي، لا تجرب. بس لما السيد المسيح يامرك بالذات، معناتها هون لازم تعمل ايش امرك السيد المسيح. فامروا لبطرس انه تعال، وشاف بطرس الرياح شديده خاف. هي كمان درس لنا كثير رائع جدا، انه نحن بتحديات العالم وبالمصائب اللي تجينا، ومرات نقول يا رب لا تدخلنا في تجربه والتجارب اللي نفوت فيها، لانه يسمح هو مشان نقوى. بنشوف نحن بنسمع صوت الله، بنسمع صوت الله، وبنشوف انه الانسان الروحاني طبعا عم بحكي، وبنشوف مرات انه وصل لراحه، بس بنشوف بعدين بيضعف، وهذا الضعف بيخليه يبتعد اكثر من الاول، يبتعد اكثر من الاول. الشجاعه اللي قالوا فيها بطرس، قالوا اذا هيك قل لي خلي اجي، فنزل. ولما نزل هبت الرياح. لما مرات كثير تنزل مشكلتنا او تجربتنا تنزل النهايه، بنشوف النهايه كثير كبرى، لانه نحن ابتعدنا عن يسوع المسيح. نحن يسوع المسيح بحياتنا، اذا نحن كنا عندنا ايمان، وهذا الايمان يكون واثق بالسيد المسيح انه هو راح يحلها، ناخذ الامور ببساطه، ناخذها بانه مملكتنا مو من هالعالم، لا ناخذها بالامور الماديه والامور الاجتماعيه والامور الزمنيه. في شيء ابعد من الزمن اللي هو الحياه العتيده. فنحن كل شيء اللي نعمله هلا هو الحياه العتيده. فبلش يغرق، صار قال يا رب نجيني. كمان الهنا اله حي بيسمع. نحن حتى لما سيد المسيح بيسال كمان بانجيل متى، يقول من منا اذا ابنه طلب خبز يعطيه حجر؟ معقوله؟ اكيد لا، بقشون ابانا الذي في السماوات. فربنا يعطيني فينا مثل ما بيعطيني في الطيور، شو ما بيعطيني فينا. شوف الطيور تطير من مكان لمكان، وربنا يدبر لها اكل. نحن لا كثير نفكر، لا كثير نعتمد على قوتنا البشريه، لا كثير يكون عندنا فكر ارضي زمني. بالعكس، فكرنا لازم يكون سماوي، لازم يكون ابعد من شيء اللي نحن نفكر فيه، لانه بالنهايه ما بدنا نغرق. لانه لو صار عندنا هالشك، وهذا درس كمان من الدروس، لا تبتعد، لا تقول خلصت، يعني لا تعجز، ارجع انت بكل التجربه بكل قوتك، وانت في نص التجربه والنار حواليك، ارجع قل له يا رب نجيني. راسا راح يجي الرد. ففي الحال يقول بالانجيل، ففي الحال مد يسوع مسكه يده وامسك به وقال يا قليل الايمان لماذا شككت، يا قليل الايمان لماذا شككت. هون بتذكر المرأة الكنعانية بالكتاب المقدس، ما شفت وما في أبدا قال لحدا عظيم هو إيمانك إلا لامرأة. لازم النساء هون تفرح، طبعا النساء بشكل عام تفرح، لأنه قالوا لامرأة لبطرس للتلاميذ، كان يقول لبطرس يا قليل، وهن كان يقول يا قليل الإيمان، بس للمرأة الكنعانية قال عظيم هو إيمانك يا أمرأة، لأنه مردد عليه رد العظيم. هون ورجانا ضعف بطرس، وإذا أنت تمشي مع المسيح، وإذا أنا كاهن، وإذا أنت عضو في مركز التربية الدينية، أو إذا أنت خادم بالكنيسة، يعني شو يعني؟ يعني أنت ما عندك ضعف بشري؟ عندك. ونحن ربنا حتى الكهنة يسمح لنا نكون ضعاف مشان لا نشوف حالنا زي على العالم. نحن كلنا ندخل بتجارب، وتجاربنا نقول يا رب لا تكبر علينا، خلينا نكون نحن صورتك اللي نعكسها للعالم. عم نحكي على الخدام بكل درجات، انه خلينا نعكس، بس ولكن مرات نضعف. ما عنا خدام ضعفوا كتير وابتعدوا عن الرسالة، فيه ليش؟ لأنه بشر، ما فيك تلوم. بس هي هو استسلم للخوف وللشك أكثر ما كان يتحمل المصائب أو يتحمل العذاب أو يتحمل حمل الصليب. بتحملنا لحمل الصليب هي الخلاص، هي السفينة اللي سيد المسيح دعا التلاميذ عليها.
نعم أبونا، كمان عم نشوف بالآية 28 لما أجاب بطرس السيد المسيح وقال له: يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. إيش كانت الغاية من قول بطرس هذا الكلام للسيد المسيح؟ طبعا بطرس مثل ما قلنا قبل شوي أنه لما قال له أنه إذا كنت أنت، لأنه كمان شك. هلا إذا نسأل السؤال بسؤال، يعني بما أنه أنت قالك سيد المسيح، أنت سألت السيد المسيح، قلت له يا سيد إن كنت أنت هو فأمرني، قالك تعال. هلا بعد ما قالك تعال، يعني ليش هيك عمل؟ يعني ليش شككت بقوة الرب إنه إله موجود معنا؟ إلهنا حي، إلهنا موجود معنا، يسمع صوتنا، نسمع صوته بطرق معينة. كثير من المرات بنشوف إنه نحن لما نكون بلجة الحياة وبلهبان التحديات اللي عم بتصير حياة، خاصة الشيء اللي عم بيعدي بالمنطقة بالحرب اللي عدت على أهالينا، كان في ضيق، وهالضيق هذا اللي كان فيه ما لازم كنا نحن نيأس أو نشك بعدم الخلاص. ياما كثير فقدوا إيمانا بالحرب اللي كان عايشين فيها طالب، لأنه المدة كانت طويلة. بالنسبة للسيد المسيح كان أعطانا، نحن أعطانا رسائل مسجز يعني كثير، قال اللي يصبر حتى المنتهى رح يخلص ولو بس بده صبر. في كثير أمور بحياتنا ما رح تصير بالسهولة، وهذا كان أنه أنت طلبت أول طلب أنا وافقت لك، بس أنت شككت، أنت اللي غرقت. فالإنسان لما يغرق يكون الحق عليه، فمسؤوليتنا نحن هي وين هي بالناحية أو بهالنقطة بالذات، أنه لازم نكمل مشوارنا مع يسوع، بما أنه نحن طلبنا من الروح لعله، من الروح لقله حتى نمسك إيده، بس مسكنا لإيده يمكن يطول شوي، يمكن فيه شوي عذاب أكثر، يمكن البحر رح يحاربنا، العالم عم بتحاربنا، الخطية عم تهلكنا، شهوات العالم، الغرور بهالعالم، ما فينا نسيطر على ذواتنا، ما فينا نسيطر على مشاعرنا، ما فينا نسيطر على شهواتنا، فعم نخرق أكثر وأكثر. ولكن اللي يسيطر رح يصل إلى ما سيد المسيح هو واقف، ونحن نمسك إيد سيد المسيح، لأنه نحن مشينا، هو قال لنا تعالوا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وحمل الأثقال وأنا أريحكم. كمان قال احملوا، كمان هو في حمل، كمان السفينة قلنا الصليب، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم لأن حملي هين وخفيف. حمل سيد المسيح تعاليم، نجي نقول عليهم هينين وخفاف للمؤمن إيه، بس للإنسان اللي يعيش بهالحياة بقول كتير صعبين. لما أنه صعبين بدك تقوى شوي شوي، بدك تتدرج إيمانيا. وهون كمان درس آخر، أنه لا رأسا اللي يروح على النادي مشان يصير عنده عضل من أول ما يروح يحمل 100 كيلو، لا طول بالك، بدك تتدرج، بدك تتدرج حتى فيك تحمل الصليب، بدك تتدرج. وهذا التدرج بالإيمان يبلش بممارسة الفضيلة، الصلاة، قراءة الكتاب المقدس، حتى بممارسة التناول، استمراريتنا في تناول جسد سيد المسيح بيخلي أجسادنا هي أجساد الهياكل الروح القدس. مين منا بلا خطيه؟ ها؟ مين منا؟ ما حدا بلا خطيه. بس مرات كلنا نحن نطلب بالنهاية الخلاص، وبدنا الحياة الأبدية. مهما عشنا بهالأرض هي حياة مؤقتة، يعني حتى لو عشنا فوق 100 سنة هي مؤقتة، بما أنه إلى بداية وإلى نهاية، إذا إلى توقيت إذا هي مؤقتة. الشيء اللي ما له بداية، الشيء اللي له بداية وما له نهاية هي أبدية. فأنا أعرف أنه حياة المؤمن تبلش لمن هو ينتقل من العالم ويعيش مع يسوع، راح يعيش حياة أبدية، ونحن نرسم الأبدية لأنه يعني الأبدية، حتى نحن الأبدية اللي نحن نرسمها لأنه هو اختيار، نحن مخيرين بالأبدية، ما لنا مجبرين. يعني حتى يا بدك تكون بالملكوت يا بدك تكون بمكان آخر اللي هو ابتعاد عن الله تعالى. فبنشوف أنه قالوا شك، بطل الشك، وهي هامة الرسل اللي هو استعجل، هو حكى مع يسوع إذا أنت قل لي عشان أجي لعندك، يطول بالك. خلينا سيد المسيح كان أعطان غير حوار، بس هو تسرع وحكى، فسيد المسيح
قالوا إيه أنا وين؟ تعال عندي. فلما بلش صار يحس الريحة بتحب، لا عجبوه عجب لا، يمكن إيه يمكن لا، يمكن في أمور أخرى الشريك تشكك فيها وشغل باله، فبلش يغرب. وهون بنشوف مثل القناة الخطية هي عبارة عن رصاص مثل بالخروج، يقول قد هبطوا في الأعماق كالحجر، فالشر كالحجر أو الرصاص يغطس في المياه حتى الأعماق، أما الفضيلة الخفيفة فتعوم على المياه الذين يسيرون فيها يطرون كالسحاب وكالحمام بأجنحتهم الصغيرة. بإشعياء 9:8 يقول الشر مثل الحجر، الحجر فيه ثقل ومثل الرصاص، بس تكبيه في المي بينزل لتحت، صح. بس الفضيلة خفيفة، الفضيلة بتعوم على المياه بتضل خفيف ويسيرون فيها ويطيرون، مو بس تصير تطير على الحمام بأجنحة صغيرة. نعم أبونا، نقطة أخرى نحكي عنها، نحن تنقول كأشخاص مسيحيين، إيش نقدر نتعلم من كلام أو من قول بطرس لما قال للرب يا رب نجني؟ طبعا هذا الدعاء يا رب نجني، هاي صلاة كبيرة، صح. يا رب ارحمني، قل يا ليسهم، لما هلا نحن بالصوم عنا سجداتنا كل يوم 40 سجدة. نعم. هي الحالة صلاة كبيرة إذا نشوف فيها ونعمق فيها، أو إذا نشرح تأخذ كثير وقت. يعني يا رب نجني، يا رب يا رب أنا ندمت على الشيء اللي عملته، أنا ندمت لأنه شكيت بإيماني فيك، أنا ندمت لأنه ما عرفت إنه أنا رح أغرق بعدم إيماني. يا رب مثل ما عم بيقدم توبة، النجاة هي التوبة، أنه بس نجيني، مد إيدك إلي وخلصني، لأنه أنا إذا ما خلصني رح أغرق أكثر بهالعالم، رح أتلوث أكثر بالخطيئة، وبالنهاية رح أكون بعيد عنك في الملكوت. فالمناجاة للرب يسوع في الضيق هي أهم نقطة المؤمن لازم يصليها، ولازم يصليها بعمق الندامة والتوبة والرجوع إلى الله ثانية، والرجوع إلى الله هي في عدم الرجوع إلى الخطيئة. يعني ما فيك أنت ترجع إلى الله وترجع إلى الخطيئة في نفس الله، صح. مرتيني كلياتنا خطاط، كلياتنا عم نتعرض لكتير دروس بحياتنا، ورب سائل نسأل هلا، يعني في عالم عندهم خطايا متكررة بحياتنا، معقول يا ربنا بيغفرها؟ إيه بيغفرها، بيقول 7 مرات 70 مرة، يعني 490 مرة إذا غلط أخوك، بس كمان إذا كانت التوبة حقيقية من القلب. إذا غلطت كتير ارجع توب عليها. هلا هون لما تطلب تقول يا رب نجني، يا رب قويني، يا رب ساعدني، يا رب أعطيني قوة الاحتمال أكثر. في كتير أناس ضعفاء ما في يتحملوا، في كتير أناس ما تغذوا روحيا، ما في يعطوا ثمار، ما في، فبتحس عم بيغرقوا أكثر مرات، وعم من المؤمنين اللي مضعوبين على الكنيسة إيمان قوي، ولكن لسه ما اختمروا هالاختمار اللي صار إنه فين وقفوا على جرين. فهذا نوع من إنه أنا استمراريتي بهالمحادثة. السيد المسيح ما رح حاسبنا بكرة على خطايانا، رح حاسبنا على استمراريتنا بالخطيئة. لأنه ليش؟ لأنه هو قال باب التوبة مفتوح كل لحظة، وعنا أكبر مثل اللص اليمين. اللص اليمين بثواني أخذ الملكوت وتاب، وكانت توبة حقيقية، وهالتوبة أعطته أنه يكون اليوم معي في الفردوس. فأعطانا أنه مو هذا معناته عم شجع العالم تسوي خطايا وتوب، لا مو هذا، بالعكس عم بشجع كل إنسان اللي يفكر حاله أنه خاطي وصار عنده اكتئاب وصار يقول لك أنا عجزت وأنا عارف أنه راح أروح غير مكان. وللأسف أنا كثير من الشبيبة لما كنا بالبلاد وحسها هون بأمريكا بتحس أنه they give up، يعني عجزوا، يعني أنه استسلموا لخطاياهم، صاروا يعبدوا الخطية لأنهم يعني فقدوا الرجاء أنه راح يخلصوا منها، حتى للشهوات حتى الإدمان فقدوا الرجاء أنه أنا في يوم من الأيام أوقف عن هالشهادة. إيه طبعا، أنت صورة الله ومثاله، أنت ربنا لما خلقك حطك في 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 لؤلة عينه، وهو حطك في كفه، وانت في قلب يسوع اكيد رح يخلصك. لو كنت انت وقعت في الامواج، ولو انت وقعت بارادتك، بس السيد المسيح موجود دائما ليمد ايده لنا، بس علينا نحن لازم نطلب.
وهذا كمان درس كمان آخر، أنه لازم نطلب دائما، نطلب مساعدة ربنا في كل عمل نقوم فيه، مو بس لما نكون مناجي، حتى نكون فرحانين كمان. يا رب يا رب اكملها هيك معنا، يا رب خلينا نحس بحضورك معنا. يعني هذاك اليوم كان عندنا عمل اجتماعي بالكنيسة، وكنا نعرفوا نحن ليش نصلي بحفلاتنا أول شيء، جربنا نكمل حفلة بسلام. وصار أكتر، أنا عندي أكتر من دليل أنه في كتير مرات بلشت الصلوات بدون حضور الله شفنا فيها مشاكل أكتر. ولما نحن نصلي، لو كان عمل اجتماعي، لو كان عمل كان غنائي أو تراثي، لما بلشناه بالصلاة قلوا يا رب احضر معنا، حضورك مهم. ما قلوا يا رب أنت خليك بس وقت الحاجة، لا، نهيك نحن فرحانين تكون معنا كمان، لأنه شو نشوفنا نحن فرحانين، وفرحنا يكون فرح مسيحي حقيقي، فرح يكون فيه هالشفافية وهالطهارة، هو راح يكون معنا. افرحوا مع الفرحين، فربنا دايما موجود، لازم نحن نطلبه في كل الأوقات، مو بس في وقت اللي نحن بحاجة له، لا بالعكس. نحن مثل أنا أب عندي أولادي، أنبسط لما يجي الابن يقول لي بابا تودي ساقي اليوم كنت معي، أو واحد من الرعية يتشكر، أحس هيك أقول صح نشكر ربنا. بس كمان الأب بيشعر بفرح أنه عمل شيء، فربنا يريد يسمع منا أنه نشكره أنه نحن عايشين بهالنعم. ولازم النعم دايما بتدوم بالشكر، لازم دايما نشكر ربنا على كل شيء اللي يعطيناه. نعم أبونا، بعد ما تناقشنا بنقاط كتار وعرفنا أكثر حول هذا الحوار يلي صار بين السيد المسيح وبطرس والحادثة، بكلمة أخيرة تحب تقدمها لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا ويشوفونا عبر شاشة سوبورو تي في؟ مرفوني توسبرتا. طبعا الكلمة الأخيرة هي الآية 33 اللي ما قريناها، وهي آية أنا رضو أقرأ آخر شيء، جميلة جدا. والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. اللي كله عم يشوفونا هلا واللي عم يسمعونا لازم يعلنوا ويسجدوا لربنا بأنه هو ابن الله. نعم. أخوتي أخواتي اللي عم تشوفونا، لا تخلي الفرصة تفوت عليك، خاصة بأيام الصيام الأربعيني، وما تقدمته بحقيقية. الصوم هو صوم المعيدة فقط، وليس صوم على الأطعمة فقط، بالعكس الصوم هو صوم العقل والجسد والروح. هذا الصوم يرتبط كتير 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 بقطع كتير شغلات. لو دخلت بتحدي وانت أثناء الصيام، وبالصيام تزيد التحديات أكثر، الأمواج تعلى أكثر أكثر، لأن الشيطان عم يحاربنا، وعم نقع رغم نحن عم نصوم، عم نقع بالنميمة، عم نقع بالحكي، عم نقع بالشتائم، عم نقع بكتير أمور. ولكن خلي بالحقيقة نعلن بأنه المسيح هو ابن الله، نرجع له، إله هو المركز حياتنا، هو اللي نطلب منه نقول نجينا يا رب، خلصنا يا رب. ليش عم نصوم؟ ليش عم نصلي؟ هل ربنا بحاجة لهالشيء؟ أكيد لا، هو عشان يسقل أرواحنا، يخلينا نحن نكون حاضرين لنعيش الملكوت بنعيم أبدي. من هيك نحن بهالشي اللي عم نحضر حالنا، وأنا سميتها رحلة الفصح. الإنسان بيدخلها بالصوم، عنده محطات كتير، والرحلة هي 48 يوم من محطة لمحطة. شوف أنه أنت أشقد عم تعلى روحيا، لا تنقطع عن تناول جسد ودم السيد المسيح، لا تبتعد عن الصلاة، لا تبتعد عن فعل الصدقات، لا تبتعد عن فعل الخير. كن إنسان مبتسم، كن إنسان إيجابي. الإيجابية صارت بحياتنا كتير مهمة هلا بهالوقت. نحن صار في عنا مو كل شيء هو المال ولا كل شيء هو الأطعمة، بالعكس صار عنا الطاقات السلبية صار عم تنشر أكثر من الطاقات الإيجابية، وهذا عمل الشيطان. الرجاء في حياتنا مهم جدا، والأمل، نساعد بعضنا، نفرح بعضنا، السعادة، نجيب السعادة لبعضنا، ما لازم نجيب غم. إلهنا يحب الفرح، يحب الابتسامة، يحب السعادة، إلهنا إله فرح، يحب الكل يكونوا سعداء ويكون كل، بس بي 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 بمنظور روحاني، بمنظور مسيحي، مو من منظور السعادة اللي هي تحقيق للشهوات الرغبات. في فرق بين أن تكون بين الإنسان سعيد وبين السعادة. السعيد
هي موضوع أنه أنت مؤقت، بس السعادة هي أبدية، هي أطول من إنسان يكون سعيد لفترة معينة. وإذا أنت ما كنت إنسان روحاني، أو أختنا ما تكون إنساني أخت روحانية تفهم معنى كلام السيد المسيح، ما راح تعيش بهالسعادة. فكل التحديات وكل شيء اللي عم نعيش فيه بهذا وقتنا من كل مكان، إذا نفتح الأخبار نشوف الحروب، نشوف المصائب، نشوف بكل مكان ما في سلام، فلازم نزرع السلام في داخلنا وحوالينا. ومهم جدا، مهم جدا نكون نحن فاعلين السلام. لا تقول شوف الدنيا ماذا فيها عالم خيرين، انت كن خير. لا تقول العالم ما فيها عالم كويس، انت كن كويس، انت انشر الكلمه، بلش منك. لا تقول انه انا مني انا، لا لا لا، بلش انت وكمان غيرك يتعلم منك، ونبلش مع بعضنا كلياتنا، وكلياتنا مثل ما نقول ايده بايده فينا نصل لمراحل كثير كبيره بهالعالم. اكيد لانه ربنا يريدنا نخلص. أكيد أبونا، إن شاء الله الكل يصل لهذا المكان. بالختام تودي ساقي أبونا للموضوع المهم والموضوع الخاص، وأكيد لكل النقاط المهمة اللي ذكرتها، وأكيد كل حدا فينا مهم أنه يعرف هالشغلات. وكمان أحب أقول لك أبونا بمناسبة اليوم يوم ميلادك مولود بريخو، وكمان إن شاء الله أبونا لسنين عديدة ومديدة دائما هيك بالعطاء والخدمة، وربنا يقويك. الله يخليكي مرفنتو سباكا، ونحن اليوم عن جد هي بركة انه صدفت انه العيد ميلادي. اكيد ونشكر ربنا على هالنعمة العطانية، وان شاء الله يا رب اكون خادم لكنيستنا ولشعبنا اي مكان، وان شاء الله يعم الامن والسلام بكل أمين. مكان، وخاصة هلا بعد كم يوم كمان راح تمر علينا ذكرى كتير تعيسة كانت بحياة كنيستنا، هي اختطاف سيدنا يوحنا، اللي هو سيدنا يوحنا ابراهيم، هو رفيق المطران. نعم. بولس يازجي، وأنا التلميذ لسيدنا يوحنا أعطاني اسمه، أنه يا رب نسمع دعانا، نرفع أدعيتنا مع دعاء سيدنا البترك والأحبار أجلاء والكنيسة والمؤمنين، وترجع سيدنا يوحنا، يرجع الأمن والسلام لسوريا وبكل أنحاء العالم، لأنه بكل مكان ما في سلام ما في أمان ما في مسيحية. المسيح في حياتنا، وربنا يباركنا. وشكرا لسوبورو اللي أنا سميتوها سوبورو تي في، الكنيسة المتحركة، يعني في كل بيت عم تدخلونا. نحن مبسوطين فيك مقد الدنيا، والله يقوي سيدنا البطرك ونديمه لسيدنا أنه عمل هالقناة، ونحن فخورين جدا بكل شيء تعملوه. تودي ساكي. أكيد أبونا لألكن كمان عم تكونوا دائما معنا، وعم تقدروا تعطونا من كل الخبرة اللي عم تكون موجودة عندكن. تودي أبونا، الله يخليك تودي.